أسعد الله مساكم بكل خير. عاد من سوالف القدامى سالفة رجال تزوج له وحدة من البادية، هو من البادية بدو كلهم، سبحان الله من تزوجها صابه مرض وخذ 8 سنوات ما جاها ولا لمسها، وهي صابرة عليه صابرة وساكتة. يوم جاء الفجر كالعادة يدق النجر ويضبط القهوة، جلست قدامه وقالت عاد حريم أول بهم فطنة، قالت الله من رجل شرى له معاميل واخذ 8 سنين ما دق فيها، أما يسويها سوات الرجاجيل ولا يخليها لمن يقتنيها، ما تستوي الدلة وبيض الفناجيل إلا لمن يطحن البن فيها. فهم قصدها الرجال، هو يحبها وطلقها، لذلك انتبهوا لمعاميلكم، دقوا القهوة زين واحرقوا البنزين واضبطوا المعاميل صح، وسلامتكم.